في منطقة غرب النوبارية في محطة اسمها الإسراء والمعراج للإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان، مزرعة حلاب عملاقة فيها حوالي 350 بقرة هولشتاين و250 راس جاموس حلاب. ورغم أنها تابعة لوزارة الزراعة إلا أن العمل فيها بيتم بفكر القطاع الخاص. باختصار كل اللي بيشتغلوا فيها متعاقدين مع الوزارة مش موظفين، وبقدر ما بيحققوا إنتاج متميز بياخدوا مكافآت ومرتباتهم بتزيد. المزرعة دي بالمناسبة عمرها سنتين تقريبا، وإيراداتها بتتجاوز 18 مليون جنيه سنويا، وبتورد ألبانها الأكبر المصانع، وبتصنع كميات كبيرة من ألبانها وبتحولها لمنتجات متميزة من مصنعات الألبان، وبتخضع لرعاية مشددة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكمان تعتبر مركز إرشاد وتوعية للمربين في قطاع الثروة الحيوانية. تعالوا في البداية نقابل المهندس وليد شريف مدير محطة الإسراء والمعراج بغرب النوبارية. أولا عايز أعرف منك قدرات وإمكانيات هذه المحطة العملاقة. المحطة هنا بقوتها 1300 راس، موجود فيها 700 راس من الأبقار الهولشتاين والبراون والسمنتال، وعندنا جاموس هجين مصر إيطالي. المحطة فيها أربع بناكر للتخزين كميات السلاج، فيها اتنين محلب آلي، محلب ملك ميتر بيدار بنظام الألبرو، ومحلب تاني جرات. ملحق بالمحطة وحدة تصنيع ألبان عشان ما تخدم المنطقة، وبنطلع منتجات الجبنة الموزاريلا، الجبنة الدمياطي، الجبنة القريش، الزبدة، الزبادي. ناس تقول لك ليه وزارة زراعة تعمل مشروع لإنتاج الألبان؟ ما ده شغل القطاع الخاص، الزراعة شغلها الإرشاد والبحث. اديني أسباب تخلينا لازم نعمل مشروع زي ده في مكان زي ده. الأمن القومي الغذائي. تمام. ولما جت تعليمات فخامة رئيس الجمهورية من حوالي سنتين إن احنا لازم نتوسع في نشاط الإنتاج الحيواني وننشئ مزارع، كان فكر وزارة الزراعة ان هي تعمل مزارع جديدة. تمام. عملنا مزرعة هنا ومزرعة في غرب المنيا، بدأنا نشتغل وقلنا لازم يبقى عندنا بدايل عشان لو السوق حصل فيه مشكلة في الألبان يبقى انا شغال بنفس فكرة القطاع الخاص، يبقى عندي مصنع واثنين وعندي تصنيع.